اوكي يا جماعة، اليوم في عندنا راح تكون حرب شوي غير شكل. راح ناخذ هنا المنغولز وناخذ كمان الاي اي، ناخذ الدلهي. شو رايكم نروح على الدلهي؟ إيه، ونخليكم وسط. هاي المرة بدها تكون الماب او الجيم راح تكون ناخذها ببحر، يعني راح يكون في حرب سفن حرفيا. إيه، وهات نشوف بس هون السيت اب تبعنا. هاي ايش وان؟ اوكي ممتاز ممتاز، خلونا نبلش. طيب هاي راح تكون اول مره اني بلعب عن طريق اللي راح يكون في سفن، يعني راح يكون في شويه ممكن صعوبه معينه لحد ما افهم بالضبط كيف الامور بتشتغل وشو الامور هيك مع موضوع السفن، لانه دائما كانت الحروبات خلينا نسميها فقط على الارض، ما كانش في حروبات سفن بكل الفيديوهات اللي صورتها قبل. هذا الفيديو الاول راح اصوره ويكون فيه حروبات بالسفن. تعال نبلش. اول اشي بدنا نيجي هون. طبعا هاي هي او هذا هو الشعب الوحيد اللي بيطلب هيك طريقه انك يعني تعمل انباك للقاعده الرئيسيه تبعتك. ان هاي الحلو زي ما حكينا انها تجمع الاكل والحطب كلياته بمكان واحد، هاي شغله كثير حلوه. خرفان زي محل انه تعمل يعني رز او تعمل نوع من انواع الزراعه. هون ما في زراعه، هون انت مباشرة تتوجه للخرفان. فكرها شغلة حلوة. هات نكتشف الخارطة ونشوف شو عندنا هون. اوكي بلشوا حاليا يجمعوا اكل وهذا اشي منيح. نعمل هنا جنود وحاليا عندنا هون طبعا الخرفان. ممتاز. تعالوا نبلش نشتغل على موضوع موضوع بناء او تجنيد او نعمل جنود يعني. وفي عندنا كمان انه راح تكون حرب مائيه على الاغلب اغلب وقتها، فبدنا موانئ. بدنا موانئ صراحه. بعدني مش عارف شو حجم الخريطه عندنا هون. هس بنشوف. طبعا احنا راح نستغل كل هاي المنطقه الزراعيه، راح نستعملها كمان الاكل، نعمل منها اكل ونعمل منها طبعا ناخذ خشب وكل هاي الشغلات. كله راح يكون من الطبيعه المره هاي، ولكن راح يكون انا بس موضوع تربيه الماشي راح يكون شيء اللي هو يعني نبنيه احنا او نعمله احنا. طيب هات نشوف شو عندنا كمان. نعمل اخرى ونبلش نصنع جنود او ننتج جنود. عندنا حطب كمان هون ممتاز. اوكي على اساس نعمل خرفان شيبس. اوكي طلع خارطة جاية هيك بالطول، تمام. هات نودي على الاخر الكشافة. تعال نشوف شو بالنسبة للذهب. هات نبلش او هات نبلش ننتقل يعني احنا للدير ستون، نبلش ننتقل للعصر اللي بعده على اساس نستغل الوقت صح. نفس الشيء نعمل كمان خرفان. اوكي زي ما انتم شايفين بضل يصنع خرفان لحد ما يوصل رقم 30، فهي شغله كثير منيحه. خلينا نشوف شو عندنا هون. نعمل جنود ونعمل كمان مجبورين نبلش نعمل سفن احنا. بعد بدري على هاي. نعمل فيشنج بوت على اساس نعمل اكل وطعام. بدنا نشوف ذهب، بدنا نبلش نشوف وين في ذهب على اساس نجمع. هاي في عندنا هاي فيها ذهب ممتاز. ونعمل كمان جنود لحد ما ينتقل العصر اللي بعده. هاي هون على اساس نبلش نجمع ذهب. زي ما حكينا بالفيديوهات السابقه دائما مفضل تعملوا مكان تجميع الذهب والستون والحطب يكون قريب على اساس ما تضيعوش وقت وانتم رايحين جايين على المكان اللي بتخزنوا فيه الاكل او الحطب او الستون. طيب تعال نعمل كمان هيك. الفكرة اني اعمل كمان زي درع حماية نوع من انواع، يعني راح استعمل انا هنا طبعا الجدران وهيك لحتى اني اسيج كل القلعة، لانه هون زي ما انتم شايفين شو هالاتاك. كلب شو هاد؟ كلب ذيب شو هاد؟ فكرت كان اندر اتاك، قلت الجماعة هجموا واحنا مش عارفين. طيب هات نشوف وين في عنا. هاي في عنا هون سمك، ممكن نستعمل كل القوارب هاي طبعا للصيد حاليا لحد ما ننتقل للعصر اللي بعده. تعال نسرع الامور، نبلش نبنيها ننتقل للعصر اللي بعده. اوكي هات نسرع الامور.
طيب في عنا 8 على الأكل، 2 على الحطب، 2 على الذهب، على ستون ما فيش. بدنا حطب، بدنا سفن يعني بدنا حطب ما فيش فيها. خلينا نشوف وين في عنا هون. بدي أبني كمان، بدي أبني كمان مينا. خليه يكون هون قرب على بعض. عنا هون خيول، نجهز حالنا في حالة كان أي هجوم. اوكي هي في عندنا هون كمان قوارض نصيد السمك. اوكي في عندنا هون كمان ذهب ممتاز، راح اخرج شوي نودع عليه عمال. هذا راح نستعمله كمان للحطب وكمان للذهب وكمان للاكل. زي ما انتم شايفين في كثير غزلان هون، مع انه في عندنا خرفان هون، بس انه نقدر نستعملهم كمان. في عندنا كمان ذهب هون ممتاز ممتاز ممتاز. طيب اللي بدنا اياه حاليا كمية عمال كبير اللي تقدر تغطي كل هالطلب، وبدنا ننتقل للعصر اللي بعده اساس ميليتري. هات نروح على الميليتري لانه بدنا نبلش نصنع سفن احنا، بدناش نضيع الوقت. اوكي هات نشوف. ترانسبورت شيب لا، لايت جانك لايت وور. اوكي ارميد وذ كرو، منيح يعني مش احسن اشي، ولكن ممكن يتكاتل والدافع لحد ما ننتقل للعصر الثالث. نسرع الامور كمان هون. اوكي احنا عندنا هون 200، يعني هون ما فيش حاجة انك تبني بيوت يبدو، عكس كثير يعني شعوب ما في حاجة تبني كثير بيوت هون. أفكر هاي شغلة حلوة لما تضيع وقتك تبني بيوت، مع إنه أوكي مش عاطلة. في عندنا 2 خيول، 2 طيب ماشي. هات نعمل هاي هون نحطها، لا بدي أحطها هون على أساس إني أخلي ورا أخليها هون للخرفان. نعمل كمان خرفان. أوكي لحد هسه مش عاملين سفن حربية يعني، وضعنا لا يطمن. لحظة هاي مش سفينة، بلا هاي تعتبر سفينة حربية. اوكي هاي تعتبر لايت يعني جدا بسيطة، فمش هذا هدفي طبعا. ممكن نعمل كمان واحدة للسفن، نشوف وين ممكن نحطها هون. مركزتني بمحل واحد على اساس يكون اسهل علي اني ادافع عنهم بدل ما اني اتوزع. حاليا راح استعمل باقي مناطق اكيد، ولكن لامور ثانية. اوكي ممتاز، انتقلنا للعصر اللي بعده. هتنأخذ الماركت في حال كان أقصى معين نقدر نعمل تبديل. ممتاز. تعال نشوف شو عندنا هون كمان. تاون سنتر لا، أوكي هاي ممتازة طبعا على أساس نقدر نصنع أدوات حربية اللي هي متطورة أكثر. نشوف شو عندنا. أوبا حاليا إحنا ممكن نبلش نصنع سفن بعين قوية. لايت لايت لايت، كل هذول لايت. هات نوديهن لبرا شوي على اساس في حالة اجى حدا نقدر على الاقل نعرف، ونبلش نصنع وار. وهي عندنا عندنا متفجرات اكسبلوسيف. اوكي ماشي هات نصنع منهم هذول على اساس يكون في تنوع عندي من السفن الموجودة. اوكي اوكي اللي بدنا اياه حاليا ممكن نصنع كمان او نعمل كمان، بعرفش اذا بيعطيني اعمل كمان موانئ. نشوف. لا بيعطيني شنو enough resources. بدنا حطب. قصرنا بالحطب، هذا اللي صار فينا. تمام شو عندنا هون؟ اوبا هاي شو بدها كمان؟ بدها حطب. لا بدنا الترقية، العصر الرابع اللي ممكن نعمل له ترقية. ممكن ناخذ اميليتري. اوكي زي ما احنا شايفين هتنودي السفينة هون بس على أساس إن المنطقة تكون مكشوفة في حالة هجموا علينا زي هون. زي ما انتم شايفين نقدر على الأقل ندافع. اللي بدي أعمله كمان، اللي بدي أعمله بدي دفاعات تكون هون، ولكن بدنا حطب. في عنا نقص بالحطب حاليا ولكن بدنا هاي. أوكي بعرفش إذا راح تحمي هون تكون كفاية قريبة، ولكن هسه نشوف. اوكي يا ساتر ماشي
راح اشوف يمكن احتل هاي المنطقه كمان. هس بنشوف. اوكي بلشت السفن الثقيله تطلع وهذا شيء منيح. بلشت السفن الثقيله تطلع حتى نشوف شو يعني. هات نعمل كمان عمال، والعمال مش قاعدين بيساووا اشي، يبدو انه بدنا احنا هنا اكثر. بدنا احنا اكثر هنا عمال. هات نشوف هذول هون، هات نوديهن على الحطب، بدنا في عندنا نقص بالحطب، ونعمل كمان عمال. اوكي ممكن كمان عند هذول العمال يجي هون على الاكل. بدي هذول هون، في اشي هون بصير. حلو، زي ما حكيت هاي اول لعبه الي في مع موضوع انه يكون كسفن، فبدنا نوزع السفن بشكل مختلف، ولكن على الاقل يعني بيكون اصعب يصل عندي، ولكن كمان اصعب يصل عندهم. بس انه بس بنشوف. هات نودي هذا العامل على الذهب، هات نشوف شو نودي على الاكل كمان، بدنا نودي على الذهب كمان، بنفعش هيك. هات نعمل هاي هون، نبلش نودي على الذهب. ما ننساش كل المعدات الثقيله بتطلب ذهب، ف لازم ما ننساش هاي النقطه. شو في هون؟ اوكي هات نودي السفن هون. يا ساتر. اوكي يبدو شو صار؟ تفجروا حالهم بالسفينه، يعني في تقول زي السفن انتحاريه يعني. طيب هات نبلش نعمل ابجريد احنا، لانه يبدو ان الوضع بلش يسخن. هات نروح على موضوع الديانه كمان، مش راح يضرنا كمان. انا شايف انه في سفن بتيجي هون، فلازم ندير بالنا. السؤال اذا بيهاجمونا من هاي ممكن يعني ينزلوا جنود من هالناحيه، يعني فراح يكون نوع من انواع الخطر. هات نعمل شغله عنها ازاي؟ هات نحط هذول هون. اوه هذول عشان هون. هذول ممكن نجيبهم هون، يعني بس يكون عندي على الاقل نظره ونشوف انه يعني في حاله هاجموا نقدر نعرف. اوكي. هات ننتج كمان وناخذ العمال اللي بيسووش اشي. فيش عندنا ستون هون، وين الستون؟ وين الحجار؟ هون ذهب. طيب هات نحط اخذ واحد هون. هات نحط كمان دفاعات هون. شوف اذا في عامل فاضي. نعمل كمان دفاعات هون على اوكي هون افكر محل. طيب في عنا هون سفن وفي عنا هون سفن، على الأقل يكون في عنا إشي للدفاع يعني. أوكي في عنا هاي بتنود، زي ما احنا شايفين موضوع الحطب أو الخشب كثير مهم هون، فبدنا عمال تنتج حطب أكثر. نرجع الحطب. الستون زي ما حكيت بعدنا ما عملناش إشي، بعدنا ما وصلناش لمرحلة عن جد نحتاج كميات ستون كبيرة، ولكن اول على اخر راح نحتاج. هات نشوف شو هذا. اوكي هذول لازم ننتج منهم كمان، بعد ما بلناش ولا واحد. هات نشوف عامل هون فاضي. تعال هون. في اشي هون؟ عندنا السفن عندنا. اوكي. بدنا كمان على الذهب. يعني اول على اخر انا مجبور انتقل هون، فمفضل اني انتقل هون باسرع وقت على اساس اني تكون هاي الجزيره الي. اوبا في شيء هنا. السفينه هون دمروا لي دمروا. بدي اشوف اذا ممكن نعمل ترقية للسفن او تطوير للسفن.
هذول هون، هذول تعال نحطهم هون، هاي كمان تروح غاب، نروح هون نوزع السمنة في السفن بطريقة انه يكون عندي حماية من كل الجهات. انا تقريبا وصلت الماكسيم بوبوليشن تبعتي، فاللي بدي اعمله بدي ترانسبورت شيب، هتنقيم هذول السفن ونعمل ترانسبورت شيب، نشوف اذا ثلاث مكفي. هي تنقيم، هاي هاي ترانسبورت، لا بكفي لأنه بدون ما ننقل الجنود هناك على الفضاء. أوبا بلشت الحرب. واو تفاصيل حلوة صراحة، تفاصيل كثير حلوة. السفن قويات يعني، صح كانوا شوي بس كانوا قويات صراحة. بس بنشوف شو وضعنا هون. اوكي هون في عنا سفن، تعال نودي هون كمان هاي السفن، نشوف السفن النقل وينهن. هاي تريد شيب، تريد شيب، وهاي اكسبلوزيف متفجرة. بدنا نلاقي السفن اللي هي السفن النقل وينها، قاعدين ببنوا فيهم يعني ترانسبورت شيب. هاي في عندنا هون وحده. اوه اوكي هات نودي شوية جنود هنا، ننقلهم هون على هاي الجزيرة او هذا المنطقة. قديش؟ اوكي ما تنشوف، ننزلهم هون، نعمل له انلود. اوكي مين عندنا هون؟ يمكن نحتاج رجل دين على اساس يعني يتحكم بهاي المنطقة. هذا هو، ودي اثنين رجال دين. ايه اوكي عندنا سفينة، سفينتين وثلاث سفن. وين السفينة الثالثة؟ ولا هن سفينتين؟ هاي تريد شيب. طيب ماشي. عندنا 14 عامل مش قاعدين بيساووا اشي، لما تشتغلوا. هذول كانوا يبنوا، يبدو انه نسيتهم. نحن لازم نبلش نعمل نوع من انواع التطوير. لا معلش اذا فيه، بس خلينا نشوف اذا موجود او لا. اوكي خلينا نشوف شو ممكن نساوي، شو ممكن نطور هون. اوكي هات نعمل تطوير لاغلب الاشياء اللي هون لانه مش مكلف كثير صراحة. وهون بقدر اعمل كمان تطوير. اوكي طبعا ليش راح ياخذ شوية وقت حتى ما يخلص تطوير. تعال نشوف شو عندي. اوكي هي عندي هون عمال. ذهب فيش عنا 174 لأن استعملته أغلبه للتطويرات. أوكي نأخذ العمال هذول. شو حطب فيه عندي؟ أوكي تمام عملنا هاي كمان. ضل تعال نشوف ممكن نروح على الذهب صراحة، لأنه حاليا إحنا أقل إشي عنا الذهب. طب احتلينا هاي المنطقة، بس بدنا رجل دين هنا يعمل معروف يتكرم علينا أساس إنه نقدر. وين رجل الدين راح؟ فكرت إني طلعت واحد أو اثنين. أوكي ممتاز، بلشنا نعمل هنا upgrades السفن. حاليا بقدرش أطلع لأن إحنا وصلنا الماكسيموم بوبوليشن. بدي أحتل هاي المنطقة، الهدف إني أحتل هاي المنطقة وأبلش بعدها أنطلق يعني. هات نشوف، تعال نودي هون السفن. اوكي ولا اشي هون، تعال نروح على المنطقة هون. تعال نودي اكمل سفينة هون.
في هجوم إشي أتوقع. يعني ببساطة هاي السفن المتفجر لما تضرب في السفينة الثانية بتدمرها، يعني ممكن يحتاج أكثر من سفينة، ولكن بشكل عام أتوقع معهم مدافع. أنا معيش مدافع، ما شو معي أسهم؟ يا ساتر الدنيا، أخذت شعب شوي تعبان من بوس. ما بقدرش أعمل ترقية لمدافع أنا كمان زيهم. فكرت اني بقدر اعمل ترقية، يعني معهم سفن فيها مدافع، وانا ما اعتقد عندي هيك اشي يعني. بس بنشوف. اوكي شو هذا؟ ايوه هذا هو رجل الدين، تعال ناخذه ونوديه هناك. طب يعني انا بقدرش اعمل ترقية لمدافع هذا اللي بفهمه. لا يبدو اني بقدرش عن جد، انا بس بعمل سفن. بس بنشوف اذا في اشي ثاني. نعمل ترقية لجنود كمان. طيب يبدو انه عن جد هذا الشعب او هذا الشعب ما فيش عنده خاصية انه ما عنده مدافع، يعني فيبدو انه راح نتبادل. اوكي هات نودي الشيخ هون، بلاش ده هو شيخ يعتبر، اما هو رجل دين يعني. اوكي هات نحتل هاي النقطة حاليا، نتحكم بهاي النقطة. ممتاز. اوكي نودي عمال او اكثر، ودي عمال. هات في كمان سفن هون. واي 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 واي. يعني لو عندهم اربع خمس سفن راح يقضوا علي. لا والسفينة بتتصلح كمان، يعني راح نتبهدل. طيب بدنا كمان هون، بدنا كمان هون حماية. واي 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 واي. يعني صح أنا أكثر زي ما انتم شايفين يعني. أوكي في سفينتين هون، يعني هم عندهم مدافع واحنا عندنا بس اسهم. اوكي مع هيك يا ساتر شو في هون. يبدو انها مش راح تكون حرب متكافئة صراحة، مش راح تكون حرب متكافئة صراحة. طب خلينا نصنع كمان سفن. فيش عنا ذهب. طيب وين العمال اللي بتشتغل على؟ طب بدنا حطب وبدنا ذهب. طب خلينا نشوف، انا ما بقدر اطلع شوية عمال، نوديهم كلهم على الذهب هذا. يعني زي ما احنا شايفين. اوكي هاي المنطقة مسكناها واحتلناها، في عنا هون ذهب وهذا اشي منيح. اوكي في عنا ذهب، ممكن نحتل المنطقة. شو ها؟ لا مداها أصعب يعني، مداها أعلى و... واي واي رح نتبهدل. بس عن جد ما فيش ترقية للسفن، يعني ما فيش اشي بقدر اعمل له ترقية. بلا هي فين مدافع هذول؟ بلا معنى مدافع، كيف معناش مدافع؟ بس بدك السفن الهاي اند يعني، مش السفن الصغيرة يعني. فاحنا بدنا نصنع اكثر سفن كبيرة من الاخر، مش السفن هاي الصغيرة اللي بدها كثير ذهب. شو هذول السفن؟ هذول متفجرات. شو الفيلة هاي بتساوي هون؟ كيف وصلت هاي الفيلة؟ هذول كيف لحقوا يصلوا هون اصلا؟
طيب تعال نودي هذول الغيال، يبدو انه احنا تركنا هاي المنطقة. هات نقتل هذول الفيل هون، بس كيف وصلوا حتى ما انتبهتش. والله دمروا لنا اياها. حاليا بدنا احنا سفن، هذول يروحوا على الذهب. دمرت كتيبي كاملة. اوكي مين بكسر؟ هات تقتل الفيلة، هاي هات تقتل ذاك داخل. اه ايوه هي ايوه مش اسهم بس، اضربوا لي مدافع، اضربوا مدافع. ايوه هي طيب هات اطلع اكلنا. يلا مات، هات ندافع هون. في عنا هون طيب، هاي لحظة انا مش ترانسبورتر صح؟ بلا ترانسبورتر بينفعوناش عن جد. عنا نقص بالسفن الثقيلة. على كان عندنا مدافع، كان عندنا مدافع. بضل الفيشينج بوت بلاش يضلين هون. هاي هون هم بنزلوا جنود قاعدين، احنا لازم نوقفهم. هاي ترانسبورتر شيب خليها هون. ترانسبورتر ترانسبورتر مش حاليا مش محتاجينها هون. المشكلة اني صح عملت ابجريد لصبت هذول، ولكني نسيت اعمل ابجريد لالهم يعني، ف مش بالضبط. هات نوقفهم حاليا إذا ما سويتش إشي أنا راح أتدمر. فين هون كمان سفن؟ ممتاز. السؤال كيف ممكن نعمل موضوع الاوتوماتيك ريبير، يعني ان نصلح السفن على الاقل؟ هل في طريقه لهذا الاشي؟ بدي ارد ابني كمان حمايه هون، نعمل هون تحديث. اوكي ممتاز. اوكي هاي بتتعالج حاليا، بس الباقيات يعني كيف ممكن نعالجهم ما فهمت. طيب هون في عندهم، وهاي المنطقة حاليا إلنا حاليا، وفي عندنا هون سفن الدافع. هذا إشي عندي 8 جنود حاليا بيسوونيش إشي، اللي هن لصيد السمك. نجحنا عشان يصيدوا. هاي تريد شيب، تريد شيب مش راح تصير فيها. اوكي بدي كمان للذهب. تريد لانهم كمان في عنا هنا هذول عمال اثنين. إيه شو ناقص عنا احنا؟ اكثر اشي حاليا ذهب، فبدنا نشتغل على الذهب. اوكي اوكي جليتش في اللعبة، يبدو انه صار مشكلة باللعبة. طيب نص ساعة من التسجيل راحوا على الفاضي. لا مش راح ارفع الفيديو بكل الاحوال، ولكن المرة الجاية راح نختار شعب ثاني، بدنا نجرب نسخة ثانية من اللعبة، يبدو انه فيها مشاكل هاي النسخة. بكل الاحوال سلام سلام.